السلام عليكم، حميد شيشو مدرب فريق شباب أطلس خنيفرة لكرة القدم النسوية. المقابلة ديال اليوم كما شفتوا كانت تحت أجواء ماطرة. لو ستيل دو جو اللي كنا معولين عليه الحمد لله سجلنا منه ثلاثة ديال الأهداف، واخا أنا ما راضيش على الأداء ديال اللاعبات لأن الأجواء كانت شوية باردة، اللاعبات تأثروا بالأجواء الماطرة، ولكن الحمد لله سكي كونت هي 3 بوان إن شاء الله اللي جبناه هنايا من الدار البيضاء. بالنسبه للاضافه هذه السنه ديال العالم الاحتراف، ما علينا الا نشكروا رئيس الجمعيه الملكيه المغربيه السي فوزي القجاع على الالتفاته الكبيره، لان هذا الشيء كان يكون بشحال هذه، ولكن الحمد لله الالتفاته كانت جات في الوقت، واخا كاين بعض الاكراهات لان الاحتراف راه ماشي سهل، ونتمنى ان شاء الله باش نكونوا حتى حنا في المستوى، لان باش خصك تكون عندك اي 15 اي 17. الحمد لله حنا راه هذه البادره في شباب أطلس خنيفرة فصافي سانكونا سيزون باش درنا لي كاتيجوري، والحمد لله راه كاينين لاعبات اللي لعبوا اليوم من ولاد 2002 2003. نتمنى ان شاء الله باش نكونوا في البوديوم هذه السنه مع فرق كبيره بحال الجيش الملكي، اتحاد طنجه، والنادي بلدي عيون، وفرق اخرى ان شاء الله. بالطبع كره القدم النسويه عندها دور اجتماعي هي كذلك دور اقتصادي. ولو سوسيال دائما تيكون في كرة القدم النسوية، ما علينا إلا نحييو المرأة لأنها كدير واحد المجهودات اللي هي كبيرة، لأن المرأة كما تنقولوا فهي عندها واحد الدور كبير في المجتمع اليوم، ولا من شحال هذه كنشوفوا بأن المرأة دخلت في كرة القدم وفي الرياضة بصفة عامة. كنتمناو للمرأة المغربية مسار كبير والفتاة المغربية مسار كبير في الميدان ديال كرة القدم النسوية. واحد الميساج للجمهور ديال خنيفرة والناس ديال خنيفرة. الناس ديال خنيفرة كنشكرهم، واخا كاين هذا الوباء ديال كورونا، ولكن الحمد لله فهم تيساندونا عبر وسائل الإعلام وعبر الميديا. الحمد لله كنقول لهم بأن فريق شباب أطلس خنيفرة لا خوف عليه. كنتسناو بعض اللاعبات إن شاء الله اللي غادي يجيو من الديار الإفريقية ان شاء الله في ملي غتفتح الميركاتو، باش اننا نحاولوا باش نجيروا المقابلات، لان راه كاينه 26 مقابله وزائد البطوله ديال كاس العرش، فهذا الشيء ماشي سهل باش ان اللاعبه تلعب 26 مقابله. وكنشكركم على هذه الالتفاته، وكنشكركم كثير لانكم تتلتفتوا بزاف لكره القدم النسويه.